لا عودة للإرهاب ولمن سانده، لا عودة لمن يرقص على أشلاء أطفالنا ونسائنا ورجالنا، لا عودة لمن يتاجرون بدماء الأبرياء. هنالك أصوات تعلو من هنا وتعلو من هناك، باحثين عن إعادة نفسهم وتدوير نفسهم مرة أخرى. ما مرحب بهم، ما مرحب بأدائهم، وما مرحب بكل ما يتحدثون به. أنا لا أريد أخوض بمفاصلهم أو بتفصيلهم، ولكنهم كانوا أساس بسوء الإدارة وسوء التقدير وسوء العمل السياسي، أدى بنا إلى ما وصلنا إليه من مراحل التهجير والنزوح. السيد الرئيس بعد أن أنقذ السيسي مصر ممن كان يحكمها، بدأ الشعب المصري يطالب بالإصلاح، فخرج المتظاهرون في مصر ينادون كمل جميلك يا السيسي، ونحن اليوم نقول كمل جميلك يا الحلبوسي. يدعون نفسهم أنهم قدموا للمحافظة، هم كانوا عبارة عن أشخاص يحملون أجندات بعيدة كل البعد عن واقع المحافظة، وعملوا اللي عملوا، يدعون الإسلام ويدعون منهج الإسلام، والإسلام براء منهم الدين المعاملة.